الستار بل نختم العيد السينمائي العاشر لمهرجان مالمو للسينما العربية بالإعلان عن بدء أعمال الدورة 11 في شهر نيسان أبريل شيكو أو 2021 وعرس سينمائي جديد، حيث أننا نعلن أنه من العام القادم سيقام مهرجان مالمو للسينما العربية في ربيع 2021 أي في نيسان بدلا من أكتوبر 21، وسنقوم ببيان إعلامي خاص بالأسباب بعد هذا المهرجان. دعوني أن أشكر جمهور مهرجان مالمو وضيوفنا الكرام نجوم وصناع السينما العربية ونظرائهم من الدول الإسكندنافية. أشكر كل المؤسسات السويدية.